أعلنت وزارة الصحة تقديم خدمات الكشف والعلاج ل 7753 حالة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج. وقالت وزارة الصحة أنه تم تحويل 3 حالات مرضية إلى المستشفيات ليصبح إجمالي الحالات بالمستشفيات 7 حالات، مضيفا أن البعثة الطبية قامت منذ أول أيام التفويج بتقديم 2796 ندوة لتوعية الحجاج بكيفية تجنب الإصابة بالأمراض.